أمسك دمبل في كل يد براحات موجهة نحو جانبيك، واحرص على أن تكون أكواعك قريبة من الجذع، ثم اجلس على بنش أفقي وابدأ بتحريك الدمبلز في اليدين معا للأعلى باتجاه الكتف مع انقباض العضلات وبالتزامن مع إطلاق الزفير. حرك يديك بحيث تصبح راحات يديك مواجهة لصدرك، وحتى تبلغ الدمبلز مستوى الكتفين. توقف عند هذه الوضعيات للحظة مع شد عضلات البايسبس، ثم ابدأ بإنزال الدمبل لوضعية البداية بالتزامن مع أخذ الشهيق، وتذكر بأن تحرك معصميك بحيث تعود راحات يديك لمواجهة جانبيك، ثم كرر الحركة.